مباركة مملكة الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين. آمين. المسيح قام من بين الأموات وداس الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين خلاص نفوسنا إلى ربي نطلب. يا رب ارحم. من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى ربي نطلب. يا لايسون. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى ربي نطلب. يا رب ارحم. من أجل المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين إلى ربي نطلب. يا لايسون. من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس وأبينا ورئيس كهنتنا خريستوفروس والكهنة المكرمين والخدام في المسيح جميع الكليرس والشعب إلى الربي نطلب. يا رب ارحم. من أجل ملوكنا المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الربي نطلب. من أجل هذا الدير المقدس وجميع الأديرة والكنائس وهذه المدينة وسائر المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلام إلى الرب نطلب. من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو المرضى والمضنين والمغتربين والمهاجرين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله وبنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الليلة. لك لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. قولوا لله ما أرهب أعمالك بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. كل الأرض يسجدون لك ويرتلون لك ويترنمون لاسمك أيها العلي. تسبرز في أستستيطاك وسترسوس ونمات. المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دار الدائرين. آمين. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. أيضا وأيضا
سلام إلى ربي نطلب. يا الله يسامح. أعدد وخلص وارحم احفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين. لنودع أنفسنا بعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدار الداهرين. آمين. يترأس الله علينا وباركنا وليضب وجهه علينا ويرحمنا. اصنع يا ابن الله يا من قام من بين عيني الأموات رتلك هللويا. لتعرف أنت الأب أترك طلبات عبيدك على ما في جميع الأمم خلاصك. فاصنع يا ابن الله يا من قام من بين الأموات رتلك هللويا. فلتعترف لك الشعب يا الله فلتعترف لك الشعب كلها. أصنع يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرات لك هللويا. ليبارك من الله وليرتعد منه كل أقطار الأرض. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرات لك هللويا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين آمين. يا كلمة الله لابن الوحيد الذي لم يزل غير مائل لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلهنا وبموتك وقيت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الآب والروح القدس خلصنا. أيضا بسلام إلى ربي نطلب. أعدد وخلص وارحم احفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. لأنك الإله الصالح والمحب البشر وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليقوم الله ويتبدى جميع أهدائه ويهرب مبغضوه من أمام وجهه كما يباد الدخان يبادون وكما يذوب الشمع من قدام وجه النار كذلك تهلك الخطأة من أمام وجه الله والصديقون يفرحون ويتهللون أمام الله ويتنعمون بالسرور. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به. المسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. حكمة فلنستقيم في الكنائس باركوا الله الرب من ينبيع إسرائيل. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرات لك هللويا. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرات لك هللويا. المسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور.
المسيح قام من بين الأموات وأطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات وأطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. إلى الرب نطلب يا رب ارحم أيها السيد المحب البشر الشق في قلوبنا بصافي نور معرفة لاهوتك وافتح عيون الأذهان لفهم كرازك الإنجيلية ضع فينا خشية وزكاة. إن كان القبر مكتوما أشرقت منه أيها المسيح الليلة وفيما كانت الأبواب مغلقة وقفت بالتلاميذ يا حياة الكل وقيامتهم وجددت لنا بهم نعمة الروح المستقيم بحسب عظيم رحمتك. إياك نمتدح امتداحا شريفا يا رئيس الكهنة ونسيب المسيح سمعان الشهيد الرابط الجاش لأنك أزهقت الضلال وحفظت الإيمان فلذلك نعيد اليوم لتذكارك المقدس فننال بصلواتك الحل من الخطايا. هلموا أيها المؤمنون نكرم نكتاريوس المولود في سلبريا ورايا داينا انظار في الأزمنة الأخيرة ومحب الفضيلة الأصيل بما أنه خادم المسيح الإله إذ ينبيع تشفيها في كل الأحوال للصارخين إليه بهما. المجد للمسيح الذي مجد المجد لمن جعلك عجائبيا المجد للصانع بك الأشفياء للجميع. نشكرك أيها الرب إلى القوات الذي أنزلت إلى قبر يا من لا يموت إلا أنك درست قوة الجحيم وقمت غالبا أيها المسيح الإله وللنسوة حاملة الطيب قلت افرحنا ووهبت رسلك السلام يا مانح الواقعين القيام. إلى الرب نطلب لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن الروح القدس لنا وكل أوان ولدار الداهرين. إننا خير لك أيضا من الرنين على كثير نجد لك سامح المشتربين أن تنظر طلبات ونفوس وأجساد من كل أبي سجد تمنحنا أن نمتثل أمام المحكمة الزائر والمعلمين وأيضا السر والمعنى والمشاق والمعيش في إيمان ونحن أن يعبدك كل حال وشاق بخورا نقدم لك أيها المسيح الرحيم من السماء وارسل لنا نعمة روحك وارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دار الدائرين آمين. قدوس قوة
وارحمنا. الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار فلنصغي. باركي يا نفسي يا الرب، ربي وإلهي لقد عظمت جدا. حكمة. فصل من أعمال الرسل القديسين الأطهار. حكمة فلنصغي. في تلك الأيام قال بطرس للشعب: توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم، حتى تأتي أوقات الراحة من وجه الرب ويرسل يسوع المسيح المبشر به من قبل، الذي ينبغي أن تقبله السماء إلى أزمنة إعادة كل ما تكلم الله به على أفواه جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. فإن موسى قد قال للآباء: إن الرب إلهكم سيقيم لكم نبياً من بين إخوتكم مثلي، فله تسمعون في جميع ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تباد من بين الشعب. وجميع الأنبياء من صموئيل ومن بعده، كل من تكلم منهم قد أنبأ بهذه الأيام. فأنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد الله به آباءنا قائلاً لإبراهيم: وبنسلك تتبارك كل عشائر الأرض. فإليكم أولاً أرسل الله فتاه يسوع بعدما قامه ليبارككم في رد كل واحد منكم عن شروره. السلام لك أيتها القارية. هللويا هللويا هللويا. حكمة فلنستقم ولنستمع الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. لروحك. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. المجد لك يا رب المجد لك. فلنصغي: في ذلك الزمان كان عرس في قانا الجليل، وكانت أم يسوع هناك. فدعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس، ففرغت الخمر. فقالت أم يسوع له: إن ليس عندهم خمر. فقال لها يسوع: ما لي ولك يا امرأة، لم تأتي ساعتي بعد. فقالت أمه للخدام: مهما قال لكم فافعلوه. وكان هناك ستة أجاجين من حجر موضوعة حسب تطهير اليهود، تسع كل واحدة منها مطرين أو ثلاثة. فقال لهم يسوع: املأوا الأجاجين ماء. فملأوها إلى فوق. فقال لهم: استقوا الآن وقدموا لرئيس المتكئ. فقدموا. فلما ذاق رئيس المتكئ الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من أين هي، أما الخدام الذين قد استقوا الماء فكانوا يعلمون. دعا رئيس المتكئ العروس وقال له: كل إنسان إنما يأتي بالخمر الجيد أولا، وما تسكروا فحينئذ يقدم الدون. أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيد إلى الآن. هذه بداية الآيات صنعها يسوع في قانا الجليل، وأظهر مجده، فآمن به تلاميذه. محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحم اسمك القدوس. يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحم اسمك القدوس. يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحم اسمك القدوس.
إلى الرب نطلب يا رب ارحم. ليس أحد من المرتبطين بالشهوات والملاذ الجسدية أمثالي مستحقا أن يتقدم إليك أو يدنو منك أو يخدمك يا ملك المجد، لأن خدمتك عظيمة الشان رهيبة عند نفس القوات السماوية أيضا، ولكنك لمحبتك للبشر التي لا توصف ولا تحد صرت إنسانا بلا استحالة ولا تغير، وكنت لنا رئيس كهنة وسلمتنا الخدمة الكهنوتية لهذه الذبيحة غير الدموية، بما أنك سيد الكل، لأنك أنت وحدك تسود ما في السماوات وما في الأرض أيها الرب إلهنا رب السرافيم وملك إسرائيل المستوى على العرش الشيروبيم، يا من هو وحده القدوس والمستريح في القديسين، فإليك أبتهل أيها الصالح السميع وحده أن تنظر إلي أنا عبدك الخاطئ البطال وتطهر نفسي وقلبي من الضمير الشرير، وتجعلني كفئا بقوة روحك القدوس وأنا لابس نعمة الكهنوت لأن أمتثل لدى مائدك هذه المقدسة وأخدم جسدك المقدس الطاهر ودمك الكريم، لأني إليك أتقدم حانيا عنقي وأطلب إليك، فلا تصرف وجهك عني ولا تردني من بين غلمانك، لكن أهني لأن تقدم لك هذه القرابين على يدي أنا عبدك الخاطئ غير المستحق، لأنك أنت المقرب والمقرب والقابل والموزع أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا ابتداء له وروحك الكل القدس الصالح المحيي لا أنا وكل أوان ولا دهر الداهرين أمين. أيها الممثلون الشيروبيم سريا والمرنمون للثانوث المحيي بالتسبحة الرهيبة الثلاثية التقديس لنطرع عنا كل الاهتمامات الدنيوية، لأننا سنستقبل ملك الكل تحتف حوله الصفات الملائكية على حال غير منظور. أليلويا أليلويا أليلويا. أيها الممثلون الشيروبيم سريا والمرنمون للثالوث المحيي بالتسبحة الرهيبة الثلاثية التقديس لنطرع عنا كل الاهتمامات الدنيوية، لأننا سنستقبل ملك الكل تحتف حوله الصفات الملائكية على حال غير منظور. أليلويا أليلويا أليلويا. أيها الممثلون الشيروبيم سريا والمرنمون للثالوث المحيي بالتسبحة الرهيبة الثلاثية التقديس لنطرع عنا كل الاهتمامات الدنيوية، لأننا سنستقبل ملك الكل تحتف حوله الصفات الملائكية على حال غير منظور. أليلويا أليلويا أليلويا. تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل أوان ولا دهر الداهرين أمين. بخورا نقدم لك أيها المسيح الراحتي متقبلا عمد محك السماء وارسل لنا عوضه نعمة روحك يا رب ارحم. يا رب قد رأينا قيامة المسيح فلنجدن للرب القدس يسوع المعصوم وحده الخطيئة فلصليبك أيها المسيح نجد والقيامة المقدسة نسبح المجد لأنك أنت إلهنا وآخر سواك لا نفجرك الضعفاء ويا معاشر المؤمنين نجد لقيامة المسيح فإن الفرح أنت بالصليب منتشرا في كل العالم فلنباركن الرب في كل حين ولنسبحن قيامته لأن مكابدة الصلب من أجلنا أباد الموت بالموت. يا رب ارحم 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 يا رب ارحم. المسيح قام من بين الأموات وداس الموت بالموت وهب الحياة الذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات وداس الموت بالموت وهب الحياة. المسيح قام من بين الأموات وداس الموت بالموت وهب الحياة الذين في القبور. ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رافتك ورحماتك. اغسلني كثيرا من إثمي وخطيئتي طهرني لأني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أتوكل الشر قدامك كيما تثق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. أعرض وجهك عن خطاياي وامحو كل مآثم قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في أحشائي. لا تطرحني من أمام وجهك وروحك القدوس لا تنزحني. رد إلي بهجة خلاصك وبروحا رئاسيا عبدني فأعلم الأثمة طرقك والكفر إليك يرجعون ناجين بما يا الله إلى خلاص فيبتهج لساني بعدك. يا رب افتح شفتي فيخبر فم تسبحني لأنك لو أردت الذبيحة لكنت الآن أعطي لكنك لا تسر بالمحرقات الذبيحة لله روحا منصحا بالقلب الخاشع المتواضع لي الله. أصلح يا رب سرك سهمون ولتبنى أسمار الشر حينئذ تسر بذبيحة العدل قربان. لقد أخطأت إليك الإبن الشاطر فاقبلني تائبا يا أبتا الإله مخلص. أصرخ إليك بصوت العشار أيها المسيح المخلص فاغفر لي أبتا القدوس كما غفرت لذلك وارحمني.
أيها الأباء والإخوة، سامحوني أنا الكاهن الخاطئ الغير المستحق والمتوغل في الخطأ، وصلوا من أجل حقرات. يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ الحمد، يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ الحمد. يا الله ما يدين ألامس جسدك الطاهر، ودمك الذي أرفع يدي إليك القداس وبارك الرب. إنني أشاهد خدرك مزيرا يا مخلصي، ولست أمتلك لنفسي للدخول إليك، فأبهش حلة نفسي يا مانح النور وخلصني. صعد الله بتهليل الرب بصوت البوق. حسني العبادة الأرثوذكسيين، ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين. كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين دار الداهرين. إن يوسف المتقي أنزل جسدك من على خشبة الصليب ولفه بكتان نقي عجيب. ما لا فشيعه واضجحه في قبر جديد. حينئذ يقربون على مذبحك العجوب، ارحمني يا الله بحسب عظيم رحمتك. أيها الرب الإله الضاب تلك القدوس وحده المتقبل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونها من كل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن خطأ طلبات نقدمها لمذبحك المقدس، واجعلنا كفأ لأن نقدم لك قرابير وذبائح روحية من أجل خطايانا وجهلات الشعب، وإن أن نجد نعمة أمامك لتكون ذبيحتنا حسنة القبول لديك، ويحر روح نعمتك الصالة علينا وعلى هذه القرابير الموضوعة وعلى كل شعبك. نكمل طلباتنا للرب من أجل هذه القرابين المكرمة الموضوعة إلى الرب نطلب. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك، أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسلم. ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا من الرب نسلم. غفران خطايانا والصفحان ذنوبنا من الرب نسلم. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسلم. أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسلم. أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي، وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسل. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب برافة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحيلان وكل أوان ولدار الداهدين. السلام لجميعكم ولروحك. لنحبنا بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق مقر. أحبك يا رب قوتي الرب ثباتي وملجئ مقضي. أسجد للآب والابن والروح القدس ثالوثا متساو في الجوهر وغير منفصل. الأبواب بحكمة لنصغي. أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق،
مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له مجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين. لنقف حسنا لنقف بخوف لنصغي لا تقديم القربان المقدس بسلام. رحمة سلام ذبيحة تسبيح نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم ومع روحه. لنرفع قلوبنا لفوق يا لنا عند الرب لنشكرن الرب حق وواجب حق وواجب أن نسبحك ونباركك ونحمدك ونشكرك ونجد لك في كل مكان سيادتك، لأنك أنت الإله الذي لا يوصف ولا تحده العقول ولا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو بلا تغير، أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، وقد أبرزتنا من العدم إلى الوجود، ولما سقطنا عدت فأقمتنا، ولم تنفك تعمل كل شيء، حتى أصعدتنا للسماء ووهبتنا ملكوتك المستقبل، فمن أجل كل ذلك نشكرك، أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، على كل ما وصل إلينا من الإحسانات، مما نعلمه ومما نجهله ظاهرا كان أم خفيا، ونشكرك أيضا على هذه الخدمة التي ارتضيت أن تتقبلها من أيدينا، مع أن ألوف من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلوا لديك، الشربيم والسرافيم ذوي الستة الأجنحة والكثيري الأعين يحلقون بأجنحة في العلا متطايرين، وبتسبيح الظفرين مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 رب صباوت السماء قدوس 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 رب السباوت السماء والأرض مملؤتان من مجدك أوصنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب أوصنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب أوصنا في الأعالي. إننا نهتف نحن أيضا مع هذه القوات المغبوطة أيها السيد المحب البشر ونقول قدوس أنت وكلي القداسة أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس قدوس أنت وكلي القداسة ومجدك عظيم الجلال يا من أحب عالمه بهذا المقدار حتى إنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل يحصل على الحياة الأبدية يا من أتى وأتم كل التدبير الذي من أجلنا ثم في الليلة التي أسلم بل بالأحرى أسلم نفسه فيها من أجل حياة العالم أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين البريئتين من العيب وشكر وبارك وقدس وكسر وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا خذوا كلوا هذا هو جسدي
الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. وكذلك الكأس من بعد العشاء قائلا: اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. آمين. ونحن لتذكرنا هذه الوصية الخلاصية وكل ما جرى من أجل الصلب والقبر والقيام الثلاثية الأيام والصعود إلى السماوات والجلوس من عن اليمين والمجيء الثاني المجيء التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهتي كل شيء. إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا ربنا، ومنك نطلب يا إلهنا. يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني باسمك القدوس. يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني من أجل اسمك القدوس. يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحمني من أجل اسمك القدوس. إن نقدم لك أيضا هذه العبادة الناطقة غير الدموية، ونرغب إليك ونطلب ونتضرع، فارسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة، واجعل أما هذا الخبز فجسد مسيحك الكريم. آمين. وأما ما في هذه الكأس فدم مسيحك الكريم. آمين. محولا إياهما بروحك القدوس. آمين. 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 حتى يكون آل المتناولين لانتباه النفس مغفرة الخطايا وشركة روحك القدوس وملء ملكوت السماوات وللدالة لديك لا لدين وقضى علينا. ثم نقرب لك أيضا هذه العبادة الناطقة من أجل الذين ارتاحوا من هذه الحياة أيضا على الإيمان، من الأجداد والأباء ورؤساء الأباء والأنبياء والرسل والكرزة والمبشرين والشهداء والمعترفين والنساك وكل روح صديق توفي على الإيمان. أيتها العذراء التي قبلت بالملاك السلام وولدت خالقها، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك. أذكر يا رب، وخاصة من أجل الطاهرة الكلية القداسة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، ومن أجل القديس يوحنا النبي السابق والمعمدان الشرفين الرسل كل مديحة، والقديس سمعان أخي الرب أسقف أرشم تذكره اليوم جميع القديس مفتلت تذكر، واذكر جميع الذين رقدوا رجعوا ذات الحياة الكهنة والمانين والرهبان والذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من راقدين والذين على فكر كل واحد منهم، وارحمهم بأن نحشق نور وجهك ونرغب إليك يا رب. تذكر جميع الأسراف المستقيم الفصل كلمة حقيقة باستقامة والمطران والغس وجميع الكهنة والخدام في المسيح وكل الطغمات الكامتية والرهبان المتوحدين. ونقرب لك هذه العبادة الناطقة من أجل المسكونة أيضا من كنيسة الجامعة المقدسة الرسولية، ومن أجل عائشين بالطهارة والسيرة الشريفة، ومن أجل ملوكنا المؤمنين المحبين المسيح وكل بلاط المعسكر. إنهم يا رب أن تكون ممالكهم في السلام لكي نقضي نحن أيضا في ظل أمنهم والمؤمن من هذه نتلخص العبادة والتهذيب. أذكر يا رب هذا الدير المقدس وهذه المدينة التي نحن ساكنها وجميع المدن والقرى وساكن على الإمام. أذكر يا رب السائلين في البحر والمسافرين في البر والجو والمرضى والمضي والأسر والجاكم. أذكر يا رب الذين يثمرون والذين هم في كنائسك المقدسة والذين يتذكر مفتقدين المساكين وارسل مرحمك علينا جميعا. أيها السيد المحب البشر، لك ندع كل حياتنا ورجاءنا وليك نبتل متضرعين ونطلب سائلين أن تجعلنا أهلا لتناول أسرارك السماوية الرهيبة، أسرار هذه المائدة الروحانية الشريفة بالماء النقي لمغفرة الخطا والصفا عن الذنوب ولشركة الروح القدس وميراث ملكوت السماوات وللدالة لديك لا لديننا ولا قضاء علينا. عظيم هو اسم الثالث القدوس أيتها الفائق قدس هوالت لا خلصينا. عظيم هو اسم الثالث القدوس أيتها الفائق قدس هوالت لا خلصينا. عظيم هو اسم الثالث القدوس أيتها الفائق قدس هوالت لا خلصينا. الذين قدموها والذين قدمت من أجلهم أذكر يا رب. أذكر يا رب أولا أبانا وبطريركنا ثيوفيلس وابينا ورئيس كهنتنا خريستوفوروس وهبهما لكنائسك المقدسة بسلام صحيحين معافين مكرمين مديدي الأيام مفصلين كلمة حقك باستقامة.
واعطنا ان نمجد بفم واحد وقلب واحد ونسبح اسمك الكلي الاكرام العظيم الجلال ايها الاب والابن والروح القدس الان وكل اوان ولدار الداهرين. ولتكن مراحم الاله العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. وروحك احفظ يا ابانا نكتريوس ديرك الشريفه مستظل بنعمتك اياك يعلي واليك يصلي فديرك ظلل بنور نصرتك. بعد ذكرنا جميع القديسين ايضا وايضا بسلام الى ربي نطلب من أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدست إلى ربي نطلب من أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبل على مذبح السماوي العقلي المقدس لراحة طيب الروحاني زكيا يرسل لنا وضع النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى ربي نطلب أعضد وخلص وارحم احفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسأل ملاك السلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل غفران خطايانا والصفح عن ذنوبنا من الرب نسأل الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس ندعنا أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. واهنا أيها السيد أن نجسر بدالة على أن ندوك أبا غير مدينين أيها الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الجوهر أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدار الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك لنحن رؤوسنا للرب لك يا رب. نشكرك أيها الملك الذي لا تدرك الأبصار يا من بقدرة التي لا تحد خلق كل البرايا وبكثرة رحمتي أبرز كل الأشياء من العدم إلى الوجود. أنت أيها السيد اطلع من السماء وانظر الذين أحن لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوا للحم ودم بل لك أيها الإله الرهيب. فأنت إذن أيها السيد ماهد كل ما يستقبلنا حدوث جميع الأمور حتى يكون لخير لنا على حاجة كل واحد منا. سر مع السائرين في البحر ورافق المسافرين في البر والجو واشفي المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا بنعمة ورافات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدسه الصالح والمحلان وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا اصغي من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك وهلما لتقدسنا أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا ها هنا غير منذور واهن لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل شعبك. يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحم اسمك القدوس. يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحم اسمك القدوس. يا الله اغفر لي أنا عبدك الخاطئ وارحم اسمك القدوس. فلنصغي القدسات للقديسين يفصل ويجزأ حمل الله فهو يجزأ ولا ينقسم ويؤكل دائما ولا ينفذ أبدا ويقدس المشتركين فيه يسوع المسيح الغالب. لقد وقفت أمام أبواب هيكلك ومن الأفكار الرديئة لم أنفصل لكن أنت أيها المسيح الإله يا من برر العشاء ورحم الكنعانية وفتح اللص أبواب الفردوس افتح لي حنو محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كمثل الزانية والنازفة الدم لأن أما هذه فبلمسها هدب ثوبك
نالت الشفاء بأيسر مرام، وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها، وأما أنا الذي يرثى لي فبتجاسري على أن أقبل جسدك بجملته لا أحترق، بل اقبلني مثل هاتين وأنر حواس نفسي وألهب جراثيم خطيئتي بالشفاعات التي ولدتك بغير زرع والقوات السماوية، لأنك مبارك إلى أبد الدهور آمين. إني أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت في الحقيقة المسيح ابن الله الحي، وأنك أتيت إلى العالم تخلص الخطأ الذين أنا أولهم، وأؤمن أيضا أن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم بعينه، فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلات الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل، التي عن معرفة والتي عن جهل، وأهلني أن أشترك في أسرارك الطاهرة بلا دينونة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية آمين. هانذا أسعى ماضيا للشركة الإلهية، فلا تحرقني بالمساهمة يا جابري، فإنك نار تحرق غير المستحقين، بل طهرني من كل وصمة. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السري يا ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا، اذكرني يا رب اذكرني يا سيد اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. ارتعد أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله، لأنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب. لقد أشغفتني بشوقك أيها المسيح، وحولتني بعشقك الإلهي، فحل خطاياي بالنار غير هيولية، وأهلني أن أمتلئ تنعما بك لكي وأنا متهلل أعظم حضوريك أيها الصالح في بهاي قديسيك. كيف أدخل وأنا غير المستحق؟ فإني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر يبكتني لباسي، لأنه ليس هو لباس العرس، وأطردوا من الملائكة مغلولا. فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني، بما أنك محب للبشر أيها السيد المحب البشر الرب يسوع المسيح إلهي. لا تصر لي هذه القرابين لدينونة بسبب عدم استحقاقي، بل لتطهير النفس والجسد وتقديسهما، ولعربون الحياة الآتية والملكوت المستقبل. أما أنا فصالح لي الالتصاق بالله، وأن أجعل رجاء خلاصي على الرب. اقبلني اليوم شريكا في عشائك السرية ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكني كاللص أعترف لك هاتفا، اذكرني يا رب اذكرني يا سيد اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. بخوف من الله وإيمان ومحبة تقدموا. آمين آمين آمين. الله الرب ظهر لنا، تتناول عبد الله سالم جسد ودم ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لشفاء النفس والجسد. في عشائك السري ابن الله، تتناول عبد الله لأني لست أبوح بسرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكنك جسد ودم ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لشفاء النفس والجسد. يتناول عبد الله جسد ودم ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح. سكر تمك سكر تمك أيها إبراهيم. تتناول أمة الله نبال جسد ودم ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح لشفاء النفس والجسد. إن هذه قد لمست شفتاكم فتنزع أثامكم وتطهركم من كل خطاياكم. اذكرني يا رب اذكرني يا سيد اذكرني يا قدوس. يتناول عبد الله جسد ودم ربنا وإلهنا وخلصني يا سامي. شفاء لا ما تمسح بالمن خلص بدل له إياها. أعطينا الكمامة. إن هذه قد لمست شفتاك فتنزع أثامك وتطهرك من كل خطاياك. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك.
المسيح قام من بين الأموات. ارتفع اللهم للسماوات وليكن مجدك على جميع الأرض. سبح مجدك لأنك أتم للاشتراك بأسرارك المقدسة. احفظنا في قداستك لهجنا طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا. تناولنا أسرار المسيح الإلهي المقدس الطاهر الغير المائت السماوي المحيي الرهيب، فلنستقيم ونشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائما. أعضد وخلص وارحم احفظنا يا الله بنعمتك. بعد سؤال أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة، لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب إن نشكرك أيها السيد المحب البشر المحسن النفوس، لأنك أهلتنا في هذا اليوم أيضا لأسرارك السموية غير المائتة. فاجعل طريقنا قويمة وثبتنا جميعا في خشيتك، واحفظ حياتنا وأيد خطانا بصلوات الرعاة المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وجميع قديسيك، لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل وان ولدار الداهرين. آمين. لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. كيريليزون 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 باسم الرب بارك أيها الأب القديس. يا رب يا من يبارك الذين يباركون ويقدس الذين يتكلون عليه، خلص شعبك وبارك ميراثك وافتقد عالمك بالرحمة والرأفة، وبارك ميراثك واحفظ ملء الكنيسة وقدس الذين يحبون بها بيتك. أنت شرفهم وذلهم قدرتك الإلهية، ولا تخذلنا نحن متكلين عليك. وهب السلام لعالم كل كنائس كل كهنة ولملوكنا ولجنود ولكل شعبك، فإن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلى من حضرة من لدنك يا بالأنوار. فإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الأب والابن الروح القدس الآن وكل وان دهر الداهرين. قد كنت كمال النفوس والأبياء أيها المسيح إلا خرف العصم كل مباركا من الآن وإلى الدار. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدار. الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمة الإلهية كل حين الآن وكل وان ولا دهر الداهرين. آمين. المجد لك أيها المسيح يا إلهنا ورجاءنا، المجد لك. الحمد لله ولابن الروح القدس لنا كل وان ولا دهر الداهرين. يمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب باسم الرب بارك يا رب قديس. أيها المسيح لنا الحقيقي يا من قمت من بين الأموات لأجل خلاصنا، أنت بشفاعة أمك القديسة البرية من كل عيب، قوة الصليب الكريم المحيي، نعمة القبر المقدس القابل الحياة، طلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأجساد، تضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل كل مديحهم، والقديس المجيد الرسول الكل مديح يعقوب أخي الرب أبو الرؤساء ساقط أورشليم، والقديس أثناسيوس الكبير، والقديسين المجيدين الشهداء الحسن ظفر، والقديس العظيم في الشهداء جيورجس اللابس الظفر، وأبان الأبرار المتوشحين بالله، والقديسين الملكين العظيمين المشرفين المتوجين من الله والمعادلي الرسل قسطنطين وهيلاني، وأمنا البارة مريم المصرية، والقديسين الصديقين جدي المسيح الإلهي وكيم محني، وأبينا الجليل في القديسين نكتاريوس أسقف المدن الخمس شفيع حد الدير المقدس، وأبينا الجليل في القديسين يوحنا الذهبي الفم رئيس أساقف القسطنطينية والذي أقمنا الآن خدمة قداس الإلهي، وأبينا الجليل في القديسين سمعان أخي الرب أسقف أورشليم الذي نقيم تذكاره اليوم، وجميع قديسيك ارحمنا وخلصنا من أنك الإله الصالح والمحب البشر. المسيح قام من بين الأموات وداس الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. لقد قام الرب. الثالوث القدوس فليحفظكم جميع أيام حياتكم. مسيح قام، كل سنة سالمين.